حكايه مهمه. النهارده نادي انبي تعاقد رسميا مع محمد سمير في صفقه انتقال حر لمده 4 مواسم. معايا عبر الهاتف الان محمد سمير المدافع المميز في الدوري المصري لاعب نادي انبي في الوقت الحالي. يا فندم مشرف ومنور كابتن محمد، سعيد بتواجدك معايا. حبيبي كابتن كريم، انا اسعد والله. الف مليون مبروك، انتقال جديد في مسيرتك وبالتاكيد طموحات كبيره. حبيبي الله يبارك فيك، والحمد لله، وان شاء الله يبقى موسم خير كده ونقدم حاجه كويسه مع نادي انبي ان شاء الله. وحابب من خلالك يعني اشكر استاذ ايمن الشريعي رئيس النادي، وكابتن محمد اسماعيل مدير الكره، ناس محترمه وناس عندها ثقافه مختلفه ومنظومه كلها منظومه كويسه وكلها احترافيه، وان شاء الله يعني يبقى موسم خير علينا ونعمل حاجه كويسه معاهم ان شاء الله. اتقال لك يا كابتن محمد طموحات النادي للموسم الجديد ايه؟ اخترت ليه انبي تحديدا ما بعد طلائع الجيش؟ والله هو يعني نادي انبي اكيد يعني من فتره كبيره قوي قوي يعني، وهو بيقدم اجيال كلها متميزه في العصور كلها، والسنه دي يعني الموسم اللي فات نادي انبي ظهر بمستوى بشكل كويس يعني باقل الامكانيات، بلعيبه كلها اعمارها متوسطه وناس كتير لعيبه يعني من ولاد النادي وكده، وظهروا بشكل كويس. هو النادي بيتعامل باحترافيه مع اللعيبه، بيتعامل مع اللعيبه كانها ولاده، استاذ ايمن بيتعامل مع اللعيبه كانها ولاده، نفس الكلام الكابتن محمد اسماعيل، الناس قريبه من اللعيبه، في لغه تواصل ما بينهم، فده اللي ساعد يعني ان الصوره تظهر بشكل كويس يعني الموسم اللي فات وكده. كان ليك فيديو مشهور قوي وانت تتمنى اللعب في الاولمبياد في فرنسا في باريس تحديدا، زعلت انك ما كنتش موجود مع الفريق في الاولمبياد الاخيره؟ والله واكيد طبعا ان انا كنت زعلان وكده، بس الحمد لله يعني انا كنت جات لي اصابه قبل الاولمبياد وانا بلعب يعني، فده كان سبب من اسباب ان انا ما بقاش متواجد، فلكن كنت بتمنى يعني للمنتخب التوفيق في الاولمبياد، وان هم كانوا يظهروا بشكل كويس يعني، وده نصيب في الاول في الاخر، وهي الكوره كده دايما ما بتديش الحلو على طول وما بتديش الوحش على طول، فالحمد لله يعني ده كان نصيبي يعني. صحيح. كابتن محمد سمير لاعب نادي انبي الجديد منضم حديثا لنادي انبي، انا بشكرك شكرا جزيلا، منضم من نادي طلائع الجيش.